الحمد لله. صحيح. طيب دايما اسم النجم الكبير احمد جعفر لما يعني يتقال لازم نربطه بنادي الزمالك، امتى كابتن احمد جعفر حس فعلا ان هو جزء من كيان نادي الزمالك؟ بص انا اتعرض عليا الزمالك من وانا في سلسله، من وانا بقول لك بقى 18 سنه كان الكابتن عفت نصار كان ماسك فرقه اسمها منوف عندنا جنبنا، فشافني وانا بلعب ضده فقال يعني رشح اسم للنادي. فطبعا الانديه الكبيره ما بتجيش تبص شويه للدرجات الصغيره، لا هجيب لعيب ولسه هشوفه عنده لسه، انا محتاج اللعيب الجاهز يبقى منور. محتاج اللعيب الجاهز في مصر عامه يعني. لعبت والله، وبعد كده خدت هداف الفرقه وصعدتها من درجه لدرجه، وبعد كده لعبت ممتاز به، وجالي بقى عرض، بقى جالي عرض مقاولين واتحاد واتصالات وكذا عرض كده الحمد لله رب العالمين. خدت رحت خدت هداف الدرجه الثانيه، بعد كده رحت الاتصالات دفعوا مبلغ مالي لنادي سيرسيلان حوالي تقريبا 250 الف جنيه في الفتره دي، كان رقم كبير جدا يعني بالنسبه لنادي درجه ثانيه، هو رقم كبير جدا يعني. هم بيسالوني على عرض نادي سموحه. كان جالي عرض من سموحه في الاول، وسموحه كانت في نفس الدرجه بتاعتنا. جميل. فانا وبعدين جالي عروض اكبر في الدوري الممتاز، فانا استحاله هكرر نفسي، ما انا خلاص لعبت في الدرجه دي، خلصت الدرجه دي. وبعدين يعني اللعيب فينا ما بيصدق يلاقي اللي يجيله نادي في دوري ممتاز، عشان الناس ده تبص عليه وتشوفه، ويبدا لو عنده طموح كبير يبدا يلعب اهلي او زمالك او منتخب مصر، فيبدا الموضوع يكبر بالنسبه له. انا كان عندي الشغف ان انا العب دوري ممتاز، ما انا خلاص لعبت في الممتاز بيه وسمعت بشكل كبير جدا وجالي عروض كتير جدا. فانا حتى لما كلموني في سموحه يعني كنت كان في شويه لخبطه، كنت لسه برضو عيل صغير ومش فاهم العقود، ورحت مدت عقود وفلوس وحوارات كبير كتير جدا حصلت في الموضوع ده. اعتذرت لهم بايه؟ اعتذرت المهندس فرج عامر طبعا، قال لك اللاعب الوحيد اللي غلبني في مصر. كلمته والله قلت له يا باشمهندس بص انا مش هقدر العب كوره تاني بصراحه. انا مسافر اشتغل واهلي منعني من ابطل كوره. فقلت له خد فلوسك، لان انا حرام الفلوس دي هتضيع عليك وانا مش هكمل في الكوره. فالراجل بصراحه احترم وجهه نظري، والفلوس رجعت. جه كابتن تامر نحاس جاب لي عرض من اتصالات دوري ممتاز، دفع 250 الف، كان المقابل بتاع سموحه 175 الف المقابل بتاع الاتصالات. انا قلت لهم هجيب لكم مبلغ اعلى، جبت لهم 250 الف جنيه من الاتصالات ما شاء الله. انتقلت من سلسله الاتصالات دوري ممتاز فاول سنه الحمد لله رب العالمين، زي ما انت قلت هو الاصرار والشغف اللي عند البني ادم مننا من وانت صغير. انا خدت هداف الدوري في السنه دي يعني، اول سنه دوري ممتاز خدت هداف الدوري مع الاتصالات، وجالي عرض من الزمالك في شهر واحد، بس طبعا الاداره في النادي قال لك لا خليها لاخر السيزون لما نخلص السيزون. والحمد لله رب العالمين بدات من الاتصالات رحله الزمالك من تاني سنه على طول. من تاني سنه على طول بدات الرحله بتاع الزمالك، طبعا كان شغف واصرار ونادي بقى طبعا جماهيري وتحقيق طموح كبير وبطولات، ورحت نادي بقى طبعا مختلف عن انديه مصر جميعا يعني. أكيد. الاهلي والزمالك مختلفين عن وممكن الانديه الجماهيريه عامه مختلفه تماما عن الانديه مثلا اللي ما عندهاش جمهور، او الانديه الاستثمار او الشركات. فانت وراك ملايين صح، الموضوع بقى صعب جدا يعني. طبعا. الموضوع مش سهل على اي لعيب كوره يدخل يلعب ماتشات في وسط 30 و40 الف واحد بيشجعوك. منهم اللي خلاص ده 40 الف منهم اللي هينتقدك. ايوه. ومنهم اللي هيقف جنبك. فالموضوع كان صعب جدا بالنسبه لي ان انت اول سنه تلعب في نادي الزمالك ومطالب ان انت تحقق بطولات، خاصه السنين دي يا دكتور بيه كان الزمالك مش في احسن فترات حياته يعني. طبعاً. يعني كانت الفترات بتاعتنا احنا كانت الدنيا شويه صعبه في نادي الزمالك. فالحمد لله زي ما قلت لك هو الاصرار والعزيمه، وان انت عايز تثبت لنفسك ولاهلك، وعايز ان اهلك في حته معينه بشكل كويس. خلاص وكرم ربنا انت على تعبك في السنين ده كله. بص يا دكتور بيه انا دايما واخد حاجه في حياتي كده، ان حتى تعبك ده لو ما جالكش وقتي هيجي لك بعد كده. مظبوط جدا. فهو ربنا سبحانه وتعالى بيشيل الحاجات دي قدام يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني.